هناك صلاتان لليلة القدر، صلاة ركعتين تقرأ بعد الحمد 7 مرات قل هو الله مثل صلاة الصبح، بس 7 مرات قل هو الله، وتركع وتسجد وتكمل ركعتين ب7 مرات قل هو الله بعد الحمد. بعد الصلاة 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله 70 مرة، هذه صلاة ليلة القدر. أكو صلاة أخرى ليلة القدر 100 ركعة مثل صلاة الصبح، عينا الحمد وسورة وهكذا 100 مرة، ركعتين 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 ركعتين، لا. يعني 50 مرة مثل صلاة الصبح، 50 مرة مثل صلاة الصبح. هذا أيضا على حال صلاة من صلوات، نعم. لكن سمحت السيد عذر على المقاطعة، من أين يبدأ إذا كان المئة ركعة؟ من صلاة الصبح أو الظهر أو لا لا لا، نعم. مو صلاة مثل صلاة الصبح، بلي. ركعتان بنية، نعم. ليلة القدر، مو نعم. أنه صلاة الصبح أو صلاة الظهر، نعم. صلاة الله أكبر صلاة ليلة القدر، ركعتين 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 ركعتين، ما عندنا الظهر وعصر ومغرب وعشاء، نعم. إلا واحد يقول يا بس أنا ليش أصلي 100 ركعة هالشكل، خلي أصليها قضاء. ممكن، نعم. ممكن أنا بدل ما أصلي 100 ركعة مستحبة أصلي قضاء اللي بذمتي. أمين. فعلماءنا كانوا يقضون 6 أيام، نعم. يعني 17 ركعة باليوم، 17 ركعة صبح ظهر عصر مغرب عشاء، 17 ركعة 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 6 أيام 17 ركعة يصير 100 ركعتين، نعم. كانوا يسوون هالشكل والآنهم يسوون. هذا أيضا ممكن إنسان أن يصلي 100 ركعة ليلة القدر بنية القضاء، الصبح ركعتين، عصر الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، وهكذا، نعم. هذا بعد يسموه قضاء، هذا يصلي قضاء. أما صلاة ركعتين 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 ذاك 100 ركعة مع صلاة، نعم. أحسنتم سامحة السيد.